هنشوف هتتلعب ازاي. وداخل ياسر ووش رجله وفوق حلوه، لو وش رجله تحت شويه هتبقى احلى. لكن هيلعب وادي على طول، هادي خشبه وادي ديفنس مصر، والكره على اللعبه على القريبه وطالع على طول نادر وتقع، ولكن ترجع على طول لديفنس مصر، ولازم نخلي بقى الفاول دوت وهتتلعب. وادي على طول بنعمل حيطه الكره دي وهنشوف هتتشاط ازاي. وادي كالوشا بيطلب العشرة ياردة، وداخل كالوشا لعيب مخضرم وبيشوط وتخبط في الحيطه وترجع تاني، ولازم نخلي بالنا وتعدد ناحيه اليمين ليه دينيس، ودينيس بيرجع لورا وهيفكر يلعب العرضيه، وفكر يلعب العرضيه وعاليه وفي ايد نادر السيد، برافو يلعب الفاول. طبعا بيغيب النهارده عبد الظاهر عبد الستار صبري وحازم امام، الاثنين موقوفين من بطوله العالم للقارات، طبعا قوه ضربه في منتخبنا الوطني. وادي تاني محاوله وتصويبه فين بعيد، وضربه مرمى لصالح منتخب زامبيا. بيلعبها لحسام، وحسام عايز يلعبها لطارق السعيد، حلوه لكن ما كملتش وتطلع وتبقى لسه، والله طارق برافو يا طارق، واتلعبت وجول، وجول للهدف الاول، يا سلام اتلعبت حلوه حلوه حلوه. وادي على طول للقناص، هنشوف مين اللي جاب الجول ده، الكاميرا بعيده يمكن الزاويه بعيده عننا شويه، لكن اتعملت حلوه حلوه، طارق السعيد عامل فيها جهد كبير كبير كبير، والهدف الاول لصالح منتخب مصر. اهي 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 ادي طارق السعيد يا ولد يا لعيب، وادي اهي الدماغ معموله حلوه، اعتقد هنشوف يمكن ايمن عبد العزيز ولا مين، هنشوف مين اللي جاب الجول ده، ياسر رضوان، ياسر رضوان بيجيب الجول الاول لمنتخب مصر، يا سلام يا ياسر يا رضوان، واحلى لطارق السعيد، جهد كبير جدا والله عمل فيها جهد. وياسر رضوان بيني وما نقلش هنا وما نقلش هنا في منتهى الخطوره، والعرضيه والعرضيه، والحمد لله والحمد لله، برنارد جاي من ورا وما نقلش بنقول والحمد لله جنب القايم، وفرصه ضايعه على طول لطارق السعيد احد النجوم المتالقه النهارده، وحلوه ومعدي احمد صلاح حسني، ويقدر يلعب العرضيه الناحيه الثانيه، حسام مستنيه ولعبها له وحسام وجوه الجول، والهدف الثاني حسام حسن، يا ولد يا ولد يا ولد، لسه بقول جاب ياسر رضوان وفاضل حسام حسن، وما كذبش كلامنا على طول حسام حسن، والهدف الثاني لمنتخب مصر، يا ولد يا لعيب احمد صلاح حسني، بيعدي وبيلعبها العرضيه، بيقلش الدفاع علشان حسام حسن اهي، بصوا الظهير الايسر غلط ازاي، وحسام على طول كالصقر، عاشق الشباك حسام حسن بيجيب الجول الثاني لمنتخب مصر على طول في الدقيقه الرابعه، حسام حسن في الدقيقه الرابعه يجيب الجول الثاني. كرة حلوة، ادي اهي تاني، وهي يا ولد يا ولد يا ولد يا حسام يا حسن، وش رجله على طول، والهدف التاني لمنتخب مصر في الدقيقة الرابعة. لسه بنقول حسام حسن هداف البطولة اللي فاتت 7 أهداف، وجايب 3 أجوال في زامبيا في وجه دوجو 98، وياسر رضوان وبيلعبها في النص على طول لأحمد صلاح، يا ولد يا لعيب لحسام حسن يقدر يجيب جول حسام، والمرة دي في ايد ديفيز، لكن عداها له احمد صلاح حسني، جميله جميله جميله. ودينيس في الشمال ويقدر يلعب العرضيه، ولازم ما يخلوش يلعب العرضي، ومعديه وخطر، واللي فيه لمسه يد وفاول لصالح عبد الظاهر السقا، مضغوط على عبد الظاهر لكن ما نحاولش نخليهم يلعبوا الكره على طول لمنتخب زامبيا. وادي كالوشا بيستلم، وكالوشا من الشمال عايز يلعب العرضيه، ولعب العرضيه عاليه وبعديه وخطر وخطر وخطر، وبرافو يا نادر، برافو يا نادر، لازم ما نعديش الكور دي، وبرافو يا نادر بيشيل كورة دينيس الصعبة جدا على طول، وطالع يكلم لعيبه، برافو يا نادر يا سيد، محطوطة في زاوية اليمين القتلة تحت، لكن برافو يا نادر أهي، وأدي أهي بتتصلح، وأدي دينيس على طول بياخدها وعاد طاير، ونادر نازل لها صح ومطلعها ضربة ركنية، اتلعبت الضربة الركنية عالية، ونادر تاني ماسك يا ولد يا نادر، نادر السيد أحد نجوم كأس الأمم الأفريقية 98 في بوركينا فاسو، واحد نجومنا اللي كان ليهم فضل كبير في تحقيق البطولة. ادي اللعبة تاني، وادي نادر، ادي مرة تانية موسى، وخد مكان موانزا وحطها لموانزا، حلو قوي، ولحق موانزا والعرضية وتخبط وترد على طول ويطلع أيمن عبد العزيز، ألعاب منتخب زامبيا مع إيجر حنكلة بيلعبها طويلة، تتسلل ضربة حرة غير مباشرة من أيمن عبد العزيز، يلعبها حلو قوي لدينيس لوكا، ودينيس حلوة 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 حلوة، مرام ميسي بقول لحضراتكم الهجمات الجنبية في غاية الخطورة، خصوصا بعد كده العشرة، أدي كرة مرة ثانية دينيس لوكا،
يروح لمواد النت ويخلق حزيزه بزياده قائم اليمين، فاحنا نجري معاها لكن صعبه صعبه صعبه. هجوم ذنبي ودفاع مصري والدقيقه 73 من احداث المباراه، ومصر متقدمه بهدفين ياسر رضوان وحسام حسن، ودي عاد الكره مره ثانيه تجيب الخلطه اتحطت لمواجهه ميسي واطلع قنبله بجوار القائم اليمين، كانت هتبقى مشكله. مره ثانيه هجمه ميشي ليمبي يلعب عرضيه مره ثانيه ونادر وتوقع ونادر مره ثانيه، برافو يا نادر، وقعت من نادر من الاشتراك انما لحق مره ثانيه ولحق نفسه ولحق مرمى منتخب مصر وينقذ هدف اكيد من على قدم رابطه. كره عرضيه جوه المنطقه كانت هتسبب هدف في مرمى المنتخب المصري انقذها على مرتين نادر السيد. وداخلين اعزائي المشاهدين على الدقيقه يمكن 33 من احداث الشوط الثاني، وادي الهجمه اللي فاتت وادي الكره اللي مسكها نادر وقعت منه ثاني وطلعها الديفنس على طول، لكن في ضغط شويه من الفريق الزامبي فعلا. تغيير الاول لمنتخب مصر على طول بن سخن، هنشوف مين اللي هيغير. عبد الحليم علي رقم 13 هو اللي بيسخن، اعتقد هو اللي هينزل مكان احمد صلاح حسني. عبد الحليم علي، وادي احمد حسن بيقول التغيير، يبقى عبد الحليم علي على طول هو اللي هينزل. واتلعبت من ابراهيم طويله وحسام، يا 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 بختك يا حسام، معلش معلش، اتعملت حلوه حلوه من ابراهيم ومعديه وحسام عاملها، وبدل ما تخبط في القايم وتخش طلعت بره، معلش لكن اتعملت حلوه في نص الملعب وبتتصلح، لكن احمد حسن ضاغط ومعديه من احمد وناحيه الشمال على طول. موانزا عايز يلعب العرضيه ولا عايز يلعب ايه؟ بيرجع لورا تاني وبدانا نقفل ورا وطويله، والراجل ده بيعدي ازاي يا جماعه؟ وابراهيم سعيد بيطلع لاعب حليم لكن تطول منه وتوصل ناحيه الشمال لموانزا في نص الملعب وراجع له تاني وماشي من ناحيه الشمال موانزا وعايز يلعب الكره الطويله، لكن اريها على طول وقاطعها عبد الظاهر لابراهيم حسن لايمن عبد العزيز، وايمن عبد العزيز على طول باصة والتانية وتوصل لأحمد حسن، وأحمد حسن بيفكر يلعب لمين؟ وأحمد لحلوة لمحمد لطارق السعيد، وطارق أحلى ورا لمحمد عمارة، ومحمد عمارة عايز يلعب الهات وخد مع حسام، مالهاش لازمة دلوقتي والضغط على طول. وأنا شايف كوفي بيصفر فعلا في هذه اللحظة أعزائي المشاهدين الحكم البنيني، وأدي جمهور مصر والسعادة لينهي أحداث هذا اللقاء بفوز منتخب مصر 2-0 بهدفين ياسر رضوان في الدقيقة 38 والقناص حسام حسن في الدقيقة 4 من الشوط الثاني. مبروك لمنتخب مصر أول 3 نقط وبالتوفيق إن شاء الله، وعقبال ما يفوز على السنغال إن شاء الله يوم الجمعة. ومع تحيات خالد عبد العاطي ويسري مرزوق، وكان معكم خالد كم، مبروك لمنتخب مصر وبالتوفيق إن شاء الله.